إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن شريك الحياة الزوجية في أثناء الشيخوخة. الزوجين مثلا زوج وزوجته كلهم كبار في السن، كيف التعامل أو بشكل عام نتكلم عن هذا الموضوع. شريك الحياة الزوجية ممكن قد يتوفى، وبالتالي يظل المسن يعاني من الوحدة وأثارها النفسية على حياته بشكل عام، وكذلك فإن عدد غير قليل يعني من المسنين يعانون من الصلابة الاجتماعية لصعوبة تكيفه وتبينه يعني على الأنماط الجديدة في السلوك والتفكير على حسب تطور المجتمع. أيضا ممكن يكون شريك الحياة موجود مما يكون يعني عنده أيضا أمراض كثيرة في جسمه مما يستدعي العناية الطبية، مما يؤثر على الشخصيتين بشكل عام لأنهم يحتاجون إلى عناية خاصة، عناية خارج البيت مثل من قبل الطبيب أو الأطباء المختصين في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.